رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا يعني ممكن نوصفه بالرئيس غير الاعتيادي، فلسه ما لحقنا من شهر نشوفه بيتجول في شوارع البلد بالمايو والكمامة ومن دون حراسة ولا مرافقين ولا أي شيء آخر. فاجأنا الآن بموقف آخر غير اعتيادي بعد ما ظهر في البحر وساعد في إنقاذ فتاتين من الغرق جنوب البرتغال. يعني الرئيس ماشي وبينزل الموية وبيسبح لو بينقذ كمان، ولا حراسة ولا مرافقين ولا أي شيء. هذه الحركات صحيح يعني حلوة وفيديوهاتها كمان بتجيب مشاهدات، بس كمان كثار مو ماشي عليهم خلينا نقول، ومقطع الإنقاذ تحديدا تساءلوا كثير بعده هل هي حركة إنسانية بحتة ولا يعني دعاية، خصوصا وأنه الرئيس طلع من الموية من هنا والقنوات بكاميراتها وميكروفوناتها كانت جاهزة على الشط وبتاخد منه تصريحات كمان.